القطر عندي بيتكون من أول حاجة جرار، بعد كده عربيات القطر، بعد كده حاجة اسمها البريكنج فان. الجرار ده هو اللي فيه الموتور، العربيات دي ما بيبقاش فيها مواتير بس ممكن يكون فيها فرامل. البريكنج فان دي عربية هي بطبيعتها إن هي فرامل يعني، تمام. والبريكنج فان دي، أو تعالى نقسم القطر لإيه، عندنا قطورة ركاب وعندنا قطورة بضاعة اللي بنسميها فريت ترين وباسنجر ترين، ماشي. طيب قطورة الركاب بتتكون من ايه؟ من جرار اللي هو هنسميه لوكوموتيف، وعندي الكار واجونز اللي هي عربيات القطر. طيب قطورة البضاعة بتتكون من ايه؟ عندي جرار، لوكوموتيف، وعندي كارواجونز. وعندي البريكنج فان. تعال نقول ايه الاختلاف ما بين الباسنجر ترين اللي هو قطر الركاب والفريت ترين اللي هو قطر البضاعة. الكارواجونز في الباسنجر ترين دايما مفرملة، دايما فيها فرامل، تمام. الفري ترين الكار واجونز فيها مش دايما فيها فرامل، تمام. عشان كده انا بحتاج البريكنج فان. نيجي للشباب، بس معلش، الكار واجونز هنا قلت لكم مش دايما فيها فرامل، يعني ممكن يكون فيها فرامل وممكن لا. تاني حاجة، الاختلاف ما بين الاتنين دول، ده الباسنجر ترين طول القطر فيه بيوصل تقريبا ل 220 متر، ده أقصى حاجة، وفي فريت ترين تقريبا 660 متر. وزن القطر بيتكون من إيه؟ في الباسنجر ترين الوزن بيتكون من وزن الجرار زائد وزن العربية. في الفري ترين هو وزن الجرار لوكوموتيف زائد دبليو كار زائد دبليو بريكنج فان. نتكلم كده على اللوكو تايب، يعني ايه اللوكوموتيف تايب؟ قال لك احنا عندنا حاجة في العربيات، مثلا عندك عربية دفع خلفي وعربية دفع أمامي وعربية دفع رباعي، مظبوط؟ تمام يا باشمهندس. قال لك في اللوكوموتيف نفس الحكاية، شايفين الشكل ده كده على بعضه؟ ده حاجة أنا بسميها بوجي. البوجي ده شكله عامل كده، تمام. طيب البوجي ده فيه عجل متوصل بالموتور وفيه عجل مش متوصل بالموتور. طيب يعني في الشكل ده اللي انا معلم عليه، في واحدة متوصلة بالموتور اهي، اللي في النص مش متوصلة، التانية متوصلة بالموتور، تمام. معنى كده ان في البوجي ده في اكسين بس من اصل ثلاثة متوصلين بالموتور. طب في البوجي ده في 3 اكسات متوصلة بالموتور، من اصل كام اكس في البوجي؟ 3. احنا لما بنيجي نصنف البوجي ده بنقول ايه، او اسف، بنصنف الجرار كله، بنقول لك هو الجرار ده او اللوكوموتيف ده فيه كام اكس توتال. طب انا اعرف منين؟ قال لك احنا اديناها رموز،
A B C ده بديها للمحاور الجرة، 1 2 3 بديها للمحاور الغير جرة. خد بالك ان ما ينفعش في البوجي يبقى الثلاث محاور غير جرين، والا هو هيمشي ازاي؟ لما بنيجي مثلا هنا اكزامبل قال لك بي داش ده كده، البي ده بيعبر عن بوجي، والاي 1 ايه ده بيعبر عن بوجي تاني، يعني كده اللوكوموتيف ده فيه تو بوجي. طب البوجي الاولاني فيه كام فيه كام محور؟ البي ده الاي ده بواحد والبي باتنين والسي بتلات محاور، ماشي؟ بس دول جرين. يعني معنى كده لما بديها لترز معنى كده ان الاي فيه محور جار، البي فيها محورين جارين، السي فيها تلات محاور جره في البوجي الواحد. الوان ده فيه محور مش جار في البوجي ده، اتنين ده فيه محورين مش جارين، تلاتة فيه تلات محاور مش جارين، ماشي؟ طيب انا عندي هنا اتنين بوجي في البي داش اي وان اي، البي ده بكام اكس؟ باتنين. انا بشوف دلوقتي عندي كام محور في اللوكوموتيف ده، الاي بكام؟ الاي بواحد، وادي واحد تاني غير جار، والايه التانية دي بواحد جار. معنى كده ان عندي كام اكس هنا؟ واحد اتنين تلاتة واتنين خمسة، عندي خمس اكسات صح؟ طب في منهم كام اكس جارين؟ البي باتنين والايه بواحد والايه التانية بواحد، معنى كده ان انا عندي اربعة من خمسة جارين صح؟ طب تعال نجرب في اللي تحتيها دي، بي 1 داش سي البوجي الاول، تعال نقول عندي كام اكس في الاصل في اللوكوموتيف دي، البي ب2 والواحد ده كده 3 والسي ب3، عندي 6 اكسات في البوجي ده. طب انا عندي كام محور متوصل بالموتور؟ البي ب2 والسي ب3، اصبح عندي 5 محاور متوصلين بالموتور من اصل 6. السي داش تي ده السي ب3 والسي التانية ب3، عندي 6 محاور والستة كلهم متوصلين بالموتور. البي داش بي عندي 4 محاور والأربعة كلهم متوصلين بالموتور. الاي وان اي ده كده عندي هنا 6 محاور منهم 4 متوصلين بالموتور، الاي والاي والاي والاي. في حد ما فهمش الحتة دي؟ لا تمام يا باشمهندس. في حاجة هاني؟ ولا هادي؟ تمام تمام يا باشمهندس. طبعا بالتبعية هتلاقي إن وزن اللوكوموتيف هو عندك حاجة بسميها WL1 زائد WL2، تمام؟ إيه WL1 ده؟ هو الوزن الواقع على المحاور الغير جرة، WL2 هو الوزن الواقع على المحاور الجرة، وده أنا بحتاجه في مسائل كتيرة. و WL2 WL2 ده اللي هو إيه؟ الوزن الواقع على المحاور الجرة. طب أنا أعرف أجيب منين ال WL2 ده؟ أنا مش جبت النسبة اللي هي 4 على 5 أو 5 على 6 دي، أو 4 على 4 أو 6 على 6، اللي هي المحاور الجرة على المحاور التوتال، لو ضربتها في وزن الجرار فانا كده جبت ايه؟ ده بيقول لي 2، تمام؟ لان طبعا كل العجل ده على نفس الرياكشن. هنا برضو جه في سؤال بيقول لك عشان يحسب WL2 قال لك عندي A1A داش B1، عندي كام محور هنا؟ 3 و3 تانيين بقى عندي 6. في كام محور متوصل بالموتور؟ ال A وال A وال B بقى كده 4، ادي ال 6 وادي ال 4. وبيقول لك وزن الجرار بكام؟ ب 150 طن. 4 على 6 في 150 ادانا 100، ده ال WL2. وده شكل البوجي اكيد يعني بتشوفوه اقرب حاجه في المترو يعني.
هو كده الوزن الغير جار مش هنستخدمه في المعادلة يعني ولا ايه؟ ليه مش هستخدمه ده؟ يعني احنا مش هنحسبه، مش مفروض اللي هو نحسبه؟ ايوه ليه يعني انا بالمنطق كده عندي حاجة، انا احمد يعني عندي حاجتين صح، وزن الجار ووزن غير جار صح، تمام. الوزن الواقع على المحاور الجارة والوزن الواقع على المحاور غير الجارة. ماشي، لو رجعت بالزمن يعني تقريبا في سنة ولا حاجة، تالي الإجابة بتاعتك هو أنا عندي عربية واقفة صح، تمام. في فورس بتزقها لقدام صح، تمام. الفورس دي هتيجي منين؟ من القوة اللي هي متوصل بالموتور صح، بس تمام. تعالى نقول بقى هنا ايه، نيوتن كان قال لك انت عندك نوعين من الحركة صح، ايه اللي هما بقى؟ عندك ان الجسم بيمشي بيونيفورم فيلوسيتي، وعندك إن الجسم بيمشي إيه، تعال نسميها إيه، اللي هو مثلا بيمشي بأكسلريشن أو ديسلريشن اللي هو تسارع وتباعد، أو ساعات ممكن يحصل إن عندك بريكنج مثلا. ده كان قانون نيوتن الأول اللي هو كان بيقول لك الإيه، أنا عشان أمشي بيونيفورم فيلوسيتي كان نيوتن بيقول لك إن الفورسز كلها المفروض تساوي إيه عشان ما يحصلش عندي ديسيليريشن ولا اكسيليريشن. الفورس بتساوي الريزيستنس اللي بقاومك، سواء فريكشن سواء مثلا اللي هو بيسموه الايروديناميك فورس مثلا. لكن انا عشان امشي باكسيليريشن او ديسيليريشن او حتى عشان يحصل عندي بريكنج، المفروض الفورس دي المفروض بتساوي ايه، او اسف الفورس ماينس نقول ايه بقى، نقول الفورس ماينس سيجما ار هو بيساوي ال ام اف الايه، لو الاي دي بوزيتيف فبيحصل عندي اكسلريشن، لو الاي دي نيجاتيف بيحصل عندي ديسلريشن. تمام، مقتنعين لحد كده؟ تمام يا باشمهندس. ماشي، هنرغي بقى شويه كده في الريزيستنس. ايه بقى الريزيستنس اللي عندي؟ اول حاجه عندك حاجه اسمها رولينج بلس اير ريزيستنس. رولينج بلس اير ريزيستنس دي معناها نتيجه الفريكشن اللي بيحصل في نتيجه اللي هو دوران العجل مع التروس مع الدنيا دي كلها ومقاومه الهواء. عندنا معادلات الانترناشونال، في معادلات كتير قوي، احنا شغالين بمعادلات الانترناشونال. قال لك القانون بتاع لورنج بلس اير ريزيستنس بيساوي 2.2 زائد 3 في الاس بلس 15 على 100 اول سكوير. قاعده خدها يا عم بقى من ايه لحد ما تخلص الترم ده، او خلينا نخلص السكه خالص. الفورسز كيلو جرام لكل طن، والسرعه بالكيلو متر بالاور، ما تحولش خالص متر بالسكند ولا حاجه، اي سرعه كيلو متر بالاور. تمام، ال 15 دي سرعه الرياح وبناخدها انها بتعرضك يعني ما بتساعدكش وانت ماشي، والكيرف بتاع السرعه مع الريزيستنس شكله كده ايه، نص بارابولا يعني. وفي كوما طبعا لو انت حطيت الاس دي بصفر هتلاقي في كوما في الاول. دي أول نوع من أنواع المقاومات عندك. تاني نوع من أنواع المقاومات عندك، لو أنت واقف على سلوب مركبة الوزن، مركبة الوزن بتزقك لتحت. تمام، طبعا الجريد عندك ثابت، فهتلاقي الفورس دي ذات نفسها كقيمة ثابتة،
قال لك ان انت عندك الفورس بتساوي ار جي دبليو ساين ثيتا، وعشان الثيتا صغيره السلوب عندك في السكه اقصى حاجه 12 في الالف، فالثيتا صغيره فالتان ساين ثيتا بتساوي التان ثيتا، والتان ثيتا هي السلوب، فقال لك الدبليو في جي على 100. وفي الاخر احنا قسمنا على الويت عشان ايه نديها تبقى حاجه كده سبيسيفيك، يعني حسب ما القطر يبقى وزنه قد ايه فالتوتال ريزيستنس تبقى وزنها كده، تبقى قيمتها كده تمام. وقال لك الار جي بتساوي في الاخر ايه الجريد، وبتترسم خط هوريزونتال موازي لايه للسرعه. طيب عندك حاجه اسمها الكيرف ريزيستنس، وانت ماشي على منحنى بيبقى في عندك سنترفيوجال فورس ثابته ماشي، نتيجة ان انت ماشي برضه على محنه في سنترفيوجال فورس، فشفت العجله بتحتك بالايه بالقضيب، فدي بتسبب لك ريزيستنس زياده. طيب بنديها رمز ار سي، خلي بالك هي ار كابيتال مش ار سمول، اي ار كابيتال ريزيستنس اي ار سمول دي ريديوس. الار سي كيلو جرام لكل طن، قانون برضو بتاعها 630 على ار اتش. القانون ده ممكن هو يديك قانون تاني مثلا في السؤال، او لو ما ادهالكش وادك ان هي ماشيه على كيرف معين، الحركه ماشيه على كيرف معين كنت المفروض تبقى حافظه. طب الار اتش ده بتعوض عنه بالمتر، ما بتعوضش عنه بالكيلو ماشي، وبتبقى برضو ايه هورزونتال لاين موازي للسرعه. الكيرف ريزيستنس مع الجريد ريزيستنس جمعوهم على بعض وقال لك حاجه عندي اسمها الانحدار الحاجم او الرولر ريزيستنس. بجمع قيمه ثابته على قيمه ثابته تديني قيمه ثابته ايه بس فوق شويه، صح كده تمام كده يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. يعني الكيرف الار سي بس جي ده المفروض يبقى شكله عامل ازاي؟ نفس قيمه الار سي بس المفروض الكيرف هيطلع لفوق شويه عشان احنا زودنا كونستانت. قيمه ايه بقى اللي هيطلع فوق ده؟ قيمه الجريد. صح كده. قال لك عندك بقى ايه التوتال ريزيستنس، ايه التوتال ريزيستنس؟ هي الار رولينج بلس اي زائد الار اي تي بلس جي. طب لو حبيت ارسمها هي الرولينج بلس اير كانت شكلها عامل ازاي؟ كانت كيرف كده صح؟ طيب لو انا جمعت عليها قيمه ثابته ثانيه ايه اللي هيحصل للكيرف ده؟ الكيرف كده هيتشفت برضو لفوق شويه بس كده فيقوم مرسوم بالمنظر ده كده، ده السيجما ار. طيب احنا قلنا كام نوع من انواع المقاومه لحد دلوقتي؟ رولينج بلس اير، الكيرف ريزيستنس، الجريد ريزيستنس، صح؟ تمام. فاضل واحده بقى، قال لك الار ستارت، بيقول لك مقاومه دي بطء البدء النوعيه. ايه المقاومه دي؟ القومه دي ما تحققلكش غير في شرطين بس. اول شرط ان انت تبقى واقف لمده طويله جدا، واقف لمده طويله في جو تلج. شرط من الاثنين دول ما تحققوش فهي المقاومه دي ما تحصلش. طب ايه اللي بيحصل لو انا واقف لمده طويله قوي في جو تلج؟ ايه اللي هيحصل يا ترى؟ اعتقد الوقود بتاع القطر ممكن يعني يتجمد شوية. هو مش الوقود اللي بيتجمد، حاجة تانية. يمكن مثلا العجلات بتاعة القطر مع القضبان يعني بيحصل نوع من لا، انواع الاحتكاك. الشحم اللي موجود هو اللي بيتجمد تمام. فبحتاج، عشان كده قلت لك يبقى الجو تلج، فبحتاج ان انا اكسر الشحم ده، في فرص زيادة اصلا المفروض ايه يعني محتاج فرصة زيادة عشان أعرف أكسر الشحم ده، فدي بالنسبة لي مقاومة موجودة يعني. أستاذ حضرتك، هو الشحم يعني بيبقى موجود فين بالظبط؟
هقول لك يا سيدي، بيبقى موجود في كل الأجزاء الميكانيكية. يعني البوجي ده، ما كل ده فيه شحن ما بين التروس، ما بين كل حاجة. تمام. يعني أنت تتخيل كده عامل زي موتور العربية والزيت اللي فيه الجنب، فاهم؟ فهمت. شكرا جدا يا باشمهندس. قال لك احنا الكيرف بتاع المقاومه ده بالمنظر ده مع السرعه، يعني المسافه دي قد ايه تقريبا؟ من 3 ل 5 سنتي. فالحته دي كبيره قوي، ماشي؟ احنا بنشتغل على ايه؟ بنشتغل على 12.8. ليه برضو انا بشتغل على 12.8؟ نتخيل كده، هو ده اللوكوموتيف، تمام؟ في سلسلة كده رابطة إيه؟ العربية اللي وراه، سلسلة تانية رابطة العربية اللي وراه، سلسلة تالتة رابطة العربية اللي وراه، وهكذا بقى، ماشي؟ السلاسل دي هي ما بتشيلش غير تنشن فورس، مظبوط؟ تمام. ماشي، متخيل كده كل السلاسل دي مشدودة. مش معنى كده إن اللوكوموتيف دي محتاجة قوة كبيرة قوي عشان تشد كل العربيات دي مع بعض، لأن هي خلاص كلها مشدودة، صح؟ تمام صح. لو تخيلنا بقى سواق القطر لو عمل إيه؟ لو جاب اللوكوموتيف ده بعد ما وقف رجع شوية لورا وضم العربيات دي كده على بعض، بحيث إن كل التشينز اللي ربط العربية ببعضيها تبقى إيه؟ ريليز كده، ما فيهاش، مش يعني مش مشدودة يعني، تمام؟ وبعد كده السواق ابتدى يحرك القطر ده. ايه اول عربية تتحرك؟ او الموتور القوة اللي بيطلعها بيقاوم الار ستارت دي في كام عربية؟ ده تقريبا كده كل عربيات القطر. لو هو رجع لورا، لو يعني بيقوم كل عربيات القطر دي امتى؟ لما تبقى كل التشينز مشدوده، صح؟ تمام. يبقى كده طيب لو كل التشينز دي مش مشدوده اعتقد اللوكوموتيف بس بقى هي اللي بيقاوم بس، الحركة بتاعتها. يعني هو اول ما بيجي يتحرك الموتور، اول ما بيجي يقوم ايه؟ اللوكوموتيف او الجرار، صح؟ تمام. طيب الجرار ده اتحرك من 3 ل 5 سم، الفورس دي راحت خالص، الريزيستنس دي راحت خالص، ماشي؟ طيب هيجي تاني الار ستارت، هتجيله هتقابله فين تاني؟ في العربية اللي وراه، صح؟ تمام. تبقى طب هل كده بقى تبقى موجودة في اللوكوموتيف والعربية اللي وراه، ولا موجودة في العربية اللي وراه بس؟ لا هتبقى في العربية اللي ورا بس. بس فأصبح وأنت ماشي بالتسلسل ده، الجرار دايما بيقاوم ار ستارت في كام عربية؟ يبقى كده كل العربيات ما عدا اللوكوموتيف. لا، هيبقى بيقاوم الار ستارت في عربيه واحده دايما، لان العربيه دي الجرار ده لما اتحرك فهو قاوم الار ستارت في نفسه، لان السلسله دي كانت مرخيه، السلسله دي اتشدد، فاصبح كده الار ستارت اختفت من هنا، لان هو اكيد اتحرك اكتر من 3 5 سم، مظبوط؟ تمام. هو كده معنى الكلام ده ان يعني الاول سلسلة بس هي اللي كانت مرخية، لكن باقي السلاسل كانت لا مشدودة لا عادي. لا، كل السلاسل مرخية، هو بيرجع يدوم القطر كده كله على بعضه. أي قطر بيقف ده هتلاقيه دايما الراجل السواق بيرجع يدوم العربية كلها على بعضها، فهتلاقي دايما لما بيتحرك حرك اللوكوموتيف الأول، فهو قاوم الأر ستارت في اللوكوموتيف بس، الأر ستارت بقى من اللوكوموتيف بعد ما اتحرك 3 5 سم اختفت. هتقابله فين؟ هتكون السلسلة اللي ورا اتشدت طبعا يعني، فتقوم قابلها فين؟ مقابلاها في العربية اللي ورا، العربية اللي وراها حوالي 3 5 سم، فالار ستارت في العربية اللي وراها اختفت، هيبتدي السلسلة دي هي اللي تتشد، بعد ما تتشد ده يتحرك شوية، بعد كده تختفي هنا، بعد كده ده يتشد كده، الار ستارت قبله هنا، بعد كده تختفي تاني، فأصبح دايما الار ستارت دي موجودة في كام عربية؟ نتيجة إن هو بيرجع لورا عربية واحدة.
تمام، يعني تقريبا قصد حضرتك كده، يعني احنا بنحسب الار ستارت لكل عربية لوحدها. لا انا بفصل لك ليه 12.8 دي جت منين. تمام فهمت. يعني هي 12.8 دي مش الافريج، بس احنا ليه بناخدها ب 12.8؟ عشان هو دايما بيقاوم الريزيستنس دي في ايه، في عربية واحدة. تمام فهمت. ماشي. نيجي بقى للسيجما فورسز، السيجما ريزيستنس. السيجما ريزيستنس دي حاجه من الاثنين، لو انت ماشي اثناء الحركه او اثناء الوقوف، دي حركه او وقوف. ماشي. سيجما ار رينج بلس اير زائد ار سي بلس جي. قلت لك الرينج بلس اير انت ممكن تعوض في الاس اللي كانت موجوده دي، كانت بايه، بصفر، وكان في قمه في الاول كده. يا فين ايه القيمة دي؟ لكن لو انت هتقف لمدة طويلة في جو برد، ماشي، القرار رينج بلس اير دي هي اللي بتختفي. خلي بالك البتاع دي بس في حالة الوقوف، ها، يعني الار ستار دي ما بتعرفش غير في حالة الوقوف. بتشيل رينج بلس اير وبتحط مكانها الايه، الار ستار. تمام. تمام. لكن أثناء الحركة في الكي اللي هو بعد ما واقف لفترة طويلة في جو تلج، استخدم دي ولا استخدم دي؟ معلش استاذن حضرتك، هو انا عندي سؤال يعني في النقطه دي. هو دلوقتي الار، يعني لما بنحط الار ستارت بدل الار رولينج، هي دي بتبقى يعني الفتره زمنيه معينه، بعد كده بنبدا نستخدم الار رولينج من اول وجديد، صح؟ صح كده. ليه؟ لان خلاص بيبقى في حصل حركه، عشان كده كاتب لك فوق اثناء الحركه، ما جابلكش سيره اي حاجه. تمام. بس الفتره دي يعني بتاعت الار ستارت دي بتبقى قد ايه تقريبا كده؟ انت واقف، انت عند سرعه زيرو اللي هو بتبقى في البداية بس. بس، انت عشان تحرك القطر. مجرد ما القطر اتحرك 3 5 سم، فالارسال دي اختفت خالص، تمام. طب يرجع لك مكانها ايه، رولينج بلس اير بقى، مقاومه السير والهواء. احنا لقينا السمشن بتاع الريزيستنت بتاع الار رولينج مثلا اكبر من الار ستارت كده، يعني مش هيبقى ليها لازمة اوي ان احنا نستخدم الار ستارت، بس احنا بس بنحسبها من نوع، يعني كنوع من انواع الاحتياط، صح كده؟ لا مش فاهم. يعني احنا المفروض لما بنيجي نعمل الديزاين بتاع اللوكوموتيف بنعمله على اساس الريزيستنس اللي احنا هنقابلها بعد كده. اختيارك للجراب ماشي، او فلا اختيارك ماشي. فلو الار رولينج اكبر من الار ستارت، فخلاص يعني احنا ممكن نتجاهل وجود الار ستارت اساسا، يعني مش هنحتاجها. والله هو كلامك مش صح، بس اللي انت ما بتقارنش ما بين الاثنين. بص، انت كده كده عارف ان الرولينج بلس اير اقل من ار ستارت، صح؟ عرفت منين؟ تمام. انت عارف ان دي ب 12.8 والتانية كانت بكام؟ 2.2 لو حطيت دي بصفر، 3 في 0.15 على 100، هديك رقم صغير جدا طبعا، صح؟ فاكيد الرقم ده كله اقل من ايه؟ يبقى الرقم ده كده كله أقل من الار ستارت. بس هل دايما وانت واقف بيحصل لك ار ستارت؟ لا، لازم يحقق الشرطين اللي قلنا عليهم. بس كده. هل صححت المعلومة اللي كانت بايظة عندك ولا لسه فيها مشاكل؟ لا، تمام، شكرا يا باشمهندس. احنا كده اتكلمنا على ايه؟ على سيجما ار، مظبوط؟ ناقص ايه بقى؟ الفورس. قال لك الفورس عندي بس اتراكتيف، الاتراكتيف ايفورت او اتراكتيف فورس بتجي لك من حاجتين، حاجه بتحكمك في الفريكشن، وحاجه بتجي لك من الموتور. قال لك الفورس بتاعت الموتور اثبات كده هتبقى هتاخدوه في المحاضره، يعني بيساوي ايه، 220 في الهورس باور على الاس في الدبليو. الاس دي اللي هي السرعه، احنا عارفين بنعوض عن السرعه بايه، في متر بير اور، والوزن ده الوزن التوتال بيبقى بالطن. ماشي.
او حاجه بتجي لك من اديجن فورس، يبقى انديكتيف بريدكشن. طيب الاف داش ميو دي قيمه الميو بتساوي 9000 على 42 زائد اس بلس 116 في دبليو ال 2 دي اللي احنا شرحناها فوق على الدبليو توتال. السرعه هنا ايه؟ كيلومتر بالاول. هاجي بقى انا كده انا عطلت صح؟ ليه بقى؟ انا عرفت ان الاف تي اللي هي الاف تراكتيف بتتكسر من حاجتين، انا نسميها الاف بي او الاف ميو. طب انا اشتغل بدي ولا اشتغل بدي؟ او اصلا هو ليه في اتنين اصلا؟ حد بيسوق هنا يا شباب؟ انا يا باشمهندس جربت تطلع على التاني بالعربية؟ جربت. ايه اللي حصل؟ ببدأ احس السرعة يعني بتبدأ تزيد شوية بقى. لا تطلع وانت من حالة السكون، تطلع تدي التاني وتطلع مش الاول. لا العربية ما بتبطل جربتها. صح؟ لا بتنط ما منك جربت كده، بتنط منك والعربية تبطل. ما جربتهاش بصراحة قبل كده يا باشمهندس. جربها كده ايه، وهتلاقي ان انت العربية بتنط منك اول ما تشيل بك شوية من الدبريش، العربية بتنط منك وايه وتبطل منك. ماشي، تمام. ده ليه؟ عشان انت اديتها فرصة اعلى بكتير قوي من ايه، من الفريكشن اللي موجود اصلا. تمام، تمام. عشان كده تطلع بالاول واحدة واحدة تتغلب شوية على الفريكشن، لأن أنت كل ما بتتحرك قمت ال الفريكشن بتقل معاك. ماشي، طيب تمام. سؤالي بقى، أنا أشتغل بدي ولا أشتغل بدي؟ قال لك إحنا بنفضل شغالين واحدة من الاتنين لحد ريمت معين. تعال نقول إن أنا في حالة السكون وعايز أتحرك، معنى كده ان انا في حاله السكون والسرعه بكام؟ حالة السكون السرعة بزيرو. احط زيرو هنا كده، ايه اللي هيحصل؟ ماث ايرور كده. صح، انفينيتي. يعني لو خدت لها ليميت تطلع لك بانفينيتي. طب لو حطيت السرعه هنا بصفر هيديني رقم صح؟ صح. معنى كده ان انا في بداية الحركة بشتغل بالاف ميو. ماشي، لحد لما اوصل لحاجة اسمها عندي اس كريتيكال. ايه الاس كريتيكال دي؟ الاس كريتيكال دي السرعة اللي ببدي بعد اللي ببدأ من بعدها امشي بقوة الموتور كاملة. طيب اجيب الاس كريتيكال دي ازاي؟ بنقول ان اف بي بيساوي الاف ميو، دي السرعة الاتنين بيتساوي فيها، تساوي ده كده تطلع السرعة، دي السرعة اللي من بعديها انت تقدر تمشي بقوة الموتور كامل، قبل كده ما تقدرش تمشي بقوة الموتور كامل. في شوية كيرفات كده بيقول لك ال ده كيرف ال اف بي مع السرعة. ال اف بي طبعا طلع لإيه؟ لإنفينيتي زي ما حسبنا هنا، ادينا له صفر هنا، فهو كل ما يقرب للصفر يروح فين؟ في انفينيتي. طب لكن لما ادينا له الاف ميو هنا صفر طلع لي رقم. في بداية الحركة انا بفضل شغال بالاف ميو، لو حطيت الكيرف ده على الكيرف ده هيتقطعوا في نقطة اللي هو اللي احنا قسمناه هنا، الاف بي بيساوي الاف ميو، اللي هي النقطة دي. النقطة دي انا بسميها ايه؟ اس كريتيكال. ايه الاس كريتيكال دي؟ هي السرعة اللي أنا بعديها بقدر أمشي بقوة الموتور كامل. نجي لي برضو مفهوم تاني، أنا هفضل ماشي بسرعة الموتور ده، هل أنا كل ما أدوس بنزين سرعتي تزيد، كل ما أدوس بنزين سرعتي تزيد صح؟ لحد فين؟
لحد ما اوصل بقى للماكسيمم ايفورت للموتور. صح كده. الاس ماكسيمم دي انا بحددها بناء على ايه؟ طب تعالى نقول في الفتره ان انت بتطلع من حاله السكون اللي هو انت واقف بسرعه زيرو لحاله الاس ماكسيمم، انت كده بتعمل ايه؟ اكسلريشن، صح؟ تمام. ده بيمثل ان انت ايه، طالع من المحطه مثلا، مثلا طالع من المحطه لحد ما توصل سرعتك الكامله ايه على السكه، او انت ماشي بالسرعه الماكسيمم لحد لما تنزل لسرعه ايه، صفر، لو انت بتعمل بريكنج كده مثلا عشان داخل على محطه تانية. طب انت بعد ما بتوصل للاس ماكسيمم وتمشي بيها فتره، هل الاس ماكسيمم بتاعتك دي ما بتتغير بعد ما توصل مثلا للاس ماكسيمم وانت ماشي بيها؟ الاس ماكسيمم بتاعتك بتتغير؟ لا. ماشي، ده القانون اللي احنا قلنا فيه فوق، اللي هو بيقول لك ايه، الاف بتساوي ايه، سيجما ار. انا استخدم ده امتى؟ لما اكون ماشي انا بينفورم فيلوسيتي، اللي هو عادة ماشي، اللي هي بتبقى الاس ماكسيمم يعني. سؤال بقى، انا اجيب بقى الاس ماكسيمم دي ازاي؟ قال لك بسيطة يا عم، انت عشان تجيب الاس ماكسيمم تساوي الاف بي بايه؟ السيجما ار. سويت الاف بي اللي هو الكيرف الازرق ده بالسيجما ار، اداني هنا سرعه بتسميها ايه، الاس ماكسيمم. تمام كده يا شباب. تمام. طب هو انا لو زودت تاني عن الاس ماكسيمم ايه اللي هيحصل؟ وأعتقد دي بقى تحصل لما الريزيستنس اللي قصادي يتقل. لا، انا عايز ازود يعني. انا كنت مثلا انا ماشي بعربيه وصلت مثلا ل 200، كل ما ادوس بنزين انا ما ببلاش عن ال 200، مش عارف ليه. ده كده بقى عشان خلاص الإفورت بتاعت الموتور يعني وصلت بس انت للماكسيمم بتاعها. حلو، بس انت بتدي له ايفورت زياده، صح؟ انت عمال تدوس بنزين، عمال تدي له باور زياده، صح؟ صح، تمام. ده اللي بيحصل بقى ان انت ساعتها الريزيستنس عندك بتزيد، والكيرف الاحمر ده الريزيستنس، صح؟ ده السيجما ار تمام. بتزيد، والفورس بتزيد تقل تاني، فالريزيستنس عندك بتبقى بتزيد، فبتضيع لك المجهود اللي انت بتعمله ده كله. تمام ماشي. تمام طيب ايه اللي هيحصل لو انا سويت الكيرف ده، مديته كده لحد لما تقاطع مثلا مع ده كده، ده نسميه ال تعرفش ما صح، تبقى بعيدة أوي. لما ننزل كده، أيوه حلو أوي. لو أنا مديت الكيرف بتاع ال اف ميو مع الكيرف ريزيستنس، معنى ايه؟ ان انا جبت مكنه اقوى بكتير قوي، تعرف تتغلب على الـ على الايروديناميك فورس والحاجات اللي بتحصل عندي دي كلها. ساعتها انا اوصل لحاجه اسمها الاس ايروبلين. تمام، هي دي السرعه اللي بعديها ممكن قطر يطير. تمام، نيجي هنا كده الاساينمنت، هتلاقي عندك في أول سؤال خالص define some sketches and equation attractive force. لا، attractive force دي الـ FB والـ FMU، تكتب الـ equation وترسم الكيرفين بتاعه. الـ resistance أنت عندك أربعة resistance، الـ maximum speed الـ S maximum اللي هي بيساوي الـ FB تساوي مع سيجما R، و critical speed اللي هي بتساوي الـ FB مع الـ FA ميو.
الأسئلة دي الدكتور يبقى حلها معاكم في المحاضرة، تعالى احنا نحل المسألة دي. بيقول لك احسب لي الجريد الجريديانت اللي يخلي جرار الطيب بتاعه B1-A1A A1A آسف الهورس باور بتاعه 3200 وزن الجرار 120 وعدد الباسنجر كار 10 ووزن كل واحدة 50 والألاوبل سبيد 120. يقول لك شوف القطر ده لو يعرف يتحرك على الجريد لو انت سيبته لمدة طويلة قوي في جو درجة حرارة منخفضة يعني. طب أول حاجة عشان أجيب الجريد هو قال لي إن أنا ماشي بكام؟ ب 120 صح؟ سرعة ثابتة. فهروح أقول إن الـ FB بتساوي إيه؟ سيجما أور. تمام؟ الـ FB بيساوي إيه؟ 220 والهورس باور اللي هو 3200 في السرعة اللي هي 120 في الوزن، وزن القطر قد إيه؟ 50 في 10 في 500 زائد 600 زائد 120 يبقى 620. الريزيستنس اللي عندي ايه؟ عندي جريد ريزيستنس اللي عايزني اجيبها، ما عنديش كيرف، وعندي رولينج بلس اير. رولينج بلس اير بيساوي 2.2 زائد 3 في الاس اللي هي 120 زائد 15 على 100 كل سكوير زائد ار شي ار الار جي. طيب الار جي من المعادله دي تطلع بكام؟ شباب حد يحسبها شباب؟ بحسبها دلوقتي يا باشمهندس، معلش ثانية واحدة. وباقي الناس فين؟ ال ار جي طلعت ب 1.79. ماشي ال ار جي ده في ايه بقى؟ في المية ولا في الألف؟ المية. لا في الألف. احنا قلنا اقصى جريد 12 في الالف. طبعا دي بتطلع ايه؟ ده السلوب اسف اللي هو 1.79 ده السلوب. الار جي ذات نفسها اليوم بتاعتها كيلو جرام لكل طن. طيب انا كده حسبنا السيوتبل جريد اللي يمشي عليه بسرعه الماكسيمم مظبوط. وبيقول لي ارجع تشيك تاني لو انت تعرف تحرك القطر ده لو وقف لمده طويله في درجه حراره منخفضه. معنى كده ان هنا بيظهر لي ايه كده الار ستارت. وانا بتحرك في بدايه الحركه بستخدم الاف بي والاف ام يو. في بدايه الحركه يبقى اف ام يو. تمام كده دي انا اسويها بايه؟ سيجما ار. ليه؟ لان السرعه عندي صفر برضه. اسف هنا في كونديشن انا ما قلتوش. هو عشان يحصل احنا اتفقنا احنا هنا نمشي بايه؟ بالاف ام يو في بدايه الحركه. بس امتى الكونديشن ده اللي هو تشيك اف ذا لوكوموتيف كان ستارت تو بول ذا ترين امتى ده يحصل؟ طيب انا عشان اطلع من زيرو لواحد كده انا عملت ايه؟ من سرعه زيرو لسرعه واحد. مش المفروض الكونديشن ده يتحقق؟ تمام صح. طيب معنى كده اللي انا عايز اقوله ان الاف
ما هتطلع الاسبريشن ام ده بالايه؟ بالبوستر. مظبوط مظبوط. الاس بالايه ده الايه ده بالبوستر، الاسبريشن بالبوستر. معنى كده ان الاف المفروض تطلع اكبر من ايه؟ سيجما ار. نروح نحسب الاف هنا بكام بقى؟ الاف ميو، الاف ميو كان 9000 على 42 زائد 120 ولا كام؟ 120 اوشنز. يا راجل احنا بذات حركة الاف ميو. اه صح، معلش انا خدت بالي. طيب في دبليو ال 2، دبليو ال 2 دي بكام؟ اجيبها منين؟ اجيبها منين صح؟ بي 1 اي 1 اي في كام اكس هنا؟ كده في اربع اكسات. 1 2 3 صح؟ تمام. اربع اكسات شغالين صح؟ اه ده كان قصدي. توتال كام اكس؟ 6 كده. معنى كده ان هي 4 على 6 في ايه؟ في 120. خد بالك ان ده فوق دبليو ال 2 تحت دبليو توتال. تمام. ماشي؟ هيطلع بكام بقى؟ دي كده القوة كلها اللي عندي؟ كده طلعت 42.6 تقريبا. كده ده يطلع اليوم بتاعتها ايه؟ كيلو جرام كل سنة. طيب فاضل ان انا اقارنه بالايه؟ بالسيجما ار. السيجما ار دي بكام؟ اكتب ايه بقى؟ هتبقى ار ستارت بلس الار جي. كده الار ستارت بكام؟ 12 ستة و 8 ستة من 10 والار جي ار جي. 1.79. انت حاسبها اهو صح؟ تمام هتطلع كده ايه؟ 3 14 و 6 من 10 تقريبا. 10.6. طيب ده اكبر من ده؟ كده الاف ام يو اكبر. اه يبقى كده يقدر يحرك القطر ومش هيقدر يتحرك. لا يقدر يحرك القطر كده. اه السلايد دي هو بيقول لك عشان عند الاس كريتيكال، عشان تجيب الاس كريتيكال هتقول الاف بي بيساوي الاف ام يو، تقول 220 هورس باور اس كريتيكال في الدبليو توتال 9000 على 42 اس كريتيكال بلس ايه 116 دبليو ال 2 على الدبليو توتال. الدبليو توتال ال 2 واحد فممكن تشيلها عادي. عند الاس ماكسيمم الاف بي بيساوي سيجما ار و220 هورس باور في الاس، ال W total بيساوي 2.2 زائد 3 في S بلس 15 على 100 whole square زائد G زائد 630 على R H. طبعا الحاجات دي حسب ايه؟ انت مش على grade مش على كيرف، موجودين ولا مش موجودين يعني. طب واحنا كده خلصنا ايه؟ uniform velocity. المرة الجاية ان شاء الله هنبقى نبتدي معاكم كده على ايه الحركات الـ acceleration والـ deceleration والـ breaking. ماشي يا شباب، تمام يا باشمهندس. في حاجة مش مفهومة؟